بسم الله، عاملين يا رجاله؟ احنا النهارده جايبين فيديو ازاي تشحن زد بي من موقع وان كارت. ناس كتير سالتنا، قالت لي انت بتشحن زد بي منين؟ فانا بشحن من وان كارت، وهنوريكم ازاي بنشحن من وان كارت. طبعا انت لو شحنت من وان كارت هيجي لك ريبون اسمه جيفت. الريبون ده يا جماعه سهل جدا، يا دوبك بس اول ما تشحن من وان كارت هيجي لك الريبون ده. هنشوف هنشحن مع بعض ازاي من وان كارت ونعمل حساب، وهنشوف كل الامور. هنقول بسم الله الاول. في فيديو وان كارت عاملاه، فيديو حلو قوي، فيديو ازاي تشتري كروت وان كارت مسبقة الدفع. مسبقة الدفع دي يعني ايه؟ مسبقة الدفع دي يعني بتشتريها اكنها من سنترال. بتروح السنترال تقول له عايز بطاقات وان كارت مسبقة الدفع، يعني هيديك كارت عامل زي كارت الشحن كده، بتختشه بيبقى فيه كود ورا، هنوريكم بنكتبه فين الكود عشان يجيلك ان شاء الله الزد دي. هنشوف بس الفيديو اللي عاملاه وان كارت. احصل على البطاقة من اقرب موزع لك، معناها ايه؟ يعني شوف اقرب واحد ليك عندكم، يعني عندكم في ناحية بيوتكم يبيع كروت وان كارت. انا هكتب لكم رابط اسفل الفيديو. دي حاجة كده من وان كارت، بس انا مجربتهاش قبل كده. دي حاجة كده بيقول لك ازاي تعرف اقرب فرع ليكو، يعني بيتكو من بتحدد له بيتك، وهنشوف برضه الحركه ديت بتحدد له المكان اللي انت هتيجي، بيوريك اقرب واحد ليك يوزع الكروت دي، وتقدر تتصل بيه، بيبقى محطوط رقم تليفونه او الشارع، وتروح كده تسال على الشارع وبتروح. بعد انا هوريكم برضه الحته دي، هنكمل الفيديو مع بعض. ماشي، زي ما انتم شايفين ادي الكارت بيبقى كده بتختشه من الظهر برفق زي ما بيقول لك، يعني عشان ما تبوظ. تفتح على الكمبيوتر بتاعك موقع وان كارت، هتلاقوا الرابط بتاع اسفل الفيديو في الوصف. بتعمل ايميل، هنوريكم بتعملوا ايميل ازاي. ماشي، ده هو كده واحد عامل ايميل شحن رصيد رصيدك، اسف شحن رصيدك. بعد كده بتدوس رصيدك الحالي، هتلاقي صفر طبعا عشان لسه عامل ايميل. بتدوس على علامه الزائد وبتدوس على بطاقه وان كارت اشحن الان. شايفينها يا جماعه؟ اشحن الان، بتدوس عليها، ولما بتختش الظهر بتختشه وبتكتب ايه اللي مكتوب على الظهر زي ما انتم شايفين، يبقى كارت زي كده اهو. بتكتب وبتدوس اضغط على تتابعك رصيدك زي ما انتم شايفين معايا اهو، زي بيقول لك لقد قمت بشحن رصيدك بقيمه 10، يعني زي ما انتم شايفين. يعني ايوه اهو دلوقتي في رصيده في 10 ايه، يعني يقدر يشحن حوالي 10000 زد بي دلوقتي. تم الشحن زي ما انتم شايفين معايا. هنوريكم ازاي دلوقتي ازاي تشحنوا بعد ما يجي لكم الشحن. ماشي، اول حاجه هنعمل ايه؟ اول حاجه ده موقع وان كارت، هتلاقوه اسفل الفيديو في الوصف. اول حاجة عايزين نعرف اقرب موزع لينا، اقرب موزع لينا زي ما انتم شايفين برضه، هتلاقي ده الرابط بتاعه اسفل الفيديو في الوصف، بيقول لك ابحث عن الموزعين. هنشوف انت بتديله المكان اللي انت قاعد فيه. انت قاعد مثلا فين؟ في مصر، راح مختار مصر. ماشي، المدينة بختار، انا ساكن في الجيزة فهحتاج في الجيزة. المنطقة انا ساكن في بلاد دكرور فهحتاج بلاد دكرور. ما تكتبش هنا حاجة في اسم موزع، ما تكتبش حاجة في اسم موزع. ماشي، بعد كده بتدوس بحث. أول ما بيبحث لك أهو، زي ما أنتم شايفين الصفحة بتلف يعني وترجع، يعني الصفحة بتفتح من الأول أهو زي ما أنتم شايفين. أهو زي ما أنتم شايفين ده أقرب واحد ليا أهو، الشارع ده شارع 8 أحمد خطاب زي ما أنتم شايفين. أهو ده رقمه أتصل بيه وأقدر أوصل له أهو، بلاد دكروري الجيزة أهو، ده أقرب واحد قريب مني. ماشي، لو الرابط ده اسفل الفيديو شوفوا، يعني لو عرفتوا لو لقيتوا اي سنترال عندكم بيبيع البطاقات ديت بتاعت وان كات خير وبركه، لو ما لقيتوش هتستنوا تعملوا الحركه دي وتتصلوا وانتوا حظكم. انا ما جربتش الحركه دي قبل كده. ماشي، نيجي عند الحاجه الثانيه، ازاي تعمل ايميل في وان كات، ايميل عشان تشحن عليه زي ما احنا شفنا في الفيديو، ايميل عشان نشحن عليه زي ما انتوا شفتوا في الفيديو. هنعمل ايه؟ هندوس تسجيل الدخول. ماشي، هندوس انضم الى وان كات. ماشي، بعد كده زي ما انتم شايفين معايا هتكتب هنا اسم، مثلا نكتب محمد. ماشي، او اوريدي يعني لو لقيت عليها لقيت عليها مربع احمر فالاسم ده مستخدم قبل كده فلازم تغيره. ماشي، مثلا نخليها محمد مودي. ماشي، زي ما انتم شايفين معايا اهو كلمه السر. بص يا جماعه، لازم يبقى ايه كلمه السر دي؟ لازم يبقى فيها ثلاث حاجات، حرف كابيتال، حرف سمول، على الاقل 8 ارقام.
ماشي ادي الحروف مثلا هو قال لك 3 لازم نعمل الاثنين اللي عليهم الاكسات دولت مثلا حرف كابيتال حرف هتلاقيها اشتغلت معاك. تكرر كلمة السر تحت ثانية واحدة اهو حرف كابيتال حرف سمول ماشي. بعد ما بتكررها اهو كده بيقول لك كده المتطابقين. تختار السكن بتاعك اهو احنا زي ما قلنا مصر نختار مصر مدينة السكن بتكتب شوف انت ساكن فين وبتكتب ماشي شوف انت ساكن فين وبتختار يعني انا مثلا ساكن لو ما لقيتش مثلا لو انت ساكن في جيزه ما لقيتش جيزه فتختار القاهره ماشي وبتكتب رقم تليفونك اللعبه المفضله طبعا الجنيه المصري طبعا. بعد كده بتختار تاريخ ميلادك ماشي بتختاره زي من هنا اهو مثلا 1999 مش شايفين معايا اهو تختار اي شهر وتختار اي يوم عادي ماشي ذكر او انثى ماشي تكتبش هنا حاجه هنا خالص وبتدوس هنا اهو بتقرر تعلم هنا علم الصح وتكتب الرقم اللي هنا اهو وتدوس انشاء الحساب. بعد ما تدوس انشاء الحساب ان شاء الله الايميل هيتعمل معاك ومبروك عليك الايميل يا عم. زي ما انتوا شفتوا احنا بنشحن كارت ازاي يعني مثلا احنا شفنا في الفيديو الراجل ازاي شحن بطاقه بس احنا ما شفناش ازاي شحن زد بي. بس زي ما قلت لكم بطاقه باسبورت الدفع بتشحن زي ما الفيديو ورانا بالظبط بتدوس شحن رصيد او ما بتعمل ايميل ماشي او ما بتعمل ايميل هتدوس وهتدوس شحنه الان شيء لازم تكون عامل ايميل بكرر اهو ماشي. طبعا انا اهو لما دوست شحنه الان كان لازم اكتب ايميلي احنا انت لو عامل ايميل هيخش على طول زي ما انت شفت في الفيديو يعني تكتب هنا بريدك وكلمة السر بتاعتك وبتدوس اللي انت مش روبوت يعني عايزين يتأكدوا هيختبروك هيخليك تختار كام صورة وكده انا حاجة عبيطة كده يعني فكوا منها بس هو مش هيخليكوا تعدوا لما تدوس على علامة صح تختاروا حاجات كده وممكن يعملك علامة صح ويدخلك من اولها ماشي. بتكتب ايميلك وباسوردك وبتخش ماشي زي ما قلت لكم احنا دلوقتي عرفنا نعمل ايميل وعرفنا نلاقي موزع عارف موزع لينا فين ماشي. عايزين نعرف بقى الحاجه المهمه ازاي نشحن زد بي بالرصيد اللي جالنا ماشي. اول بتخش على موقع ون كارد طبعا هتلاقي ون كارد يا اكثر فيديو بلس بتاع الموزعين ده برضه اكثر فيديو بلس ماشي. هنكتب في البحث دوت كروس فاير ماشي وندوس بحث بالعربي بالانجليزي اي حاجه ماشي هيجي لك على طول الكروت زي ما انتم شايفين معايا ادي الكروت. بص يا جماعه هنا الكروت بتبدا من 5000 زد بي ماشي ادي ال 5000 زد بي اهو زي ما انتم شايفين معايا مثلا اكنك هتشحن ال 5000 زد بي اكنك زي ما قلت لكم هتدوسوا كروس فاير وتبحثوا وهتلاقوا الكروت كلها زي ما انتم شايفين معايا اهو حد 50000 اهو ماشي. طبعا انت لما بتشتري على قد النقط اللي معاك انت النقط بتاعتك هتبقى 4 انت زي ما انت شفت الراجل لما شحن في الفيديو شحن 10 ماشي هنا اهو 4 ف4 تقدر تشتري الكارت ده 8 تقدر تشتري الكارت ده 17 طبعا ما تقدرش تشتريه فلازم تشحن اعلى في كروت غاليه وفي كروت رخيصه يعني على قد فلوسك ماشي. مثلا انت معاك اهو ال10 هنا اهو عايز تشحن مثلا ابو 10000 زد بي ده بتدوس الكمية طبعا انت لو معاك مثلا 20 نقطة ماشي اللي هي بتبقى ايه 8 ايه هي لو دي مثلا 20 لو انت معاك 20 بتعلي هنا كارت تاني مثلا انت معاكش الا تجيب الا كارت واحد بتدوس شراء الان. طبعا لو دوست شراء الان هيقول لي اكتب بريد وباسورد ماشي. فزي ما قلت لكم هتروح تبحثوا على كروس فاير تختاروا الكارت طبعا لازم تكونوا شاحنين لازم تروحوا تشتروا من اقرب موزع ليكوا البطاقه ونشوف زي ما شفنا في الفيديو ازاي نشحنها شفناها زي ما الفيديو شحنها بالظبط. بعد كده هيجي لكم النقط هيجي لك حاجه شبه الصوره ديت بيقول لك مبروك انك شحنت الكارت اول ما يجي لك بيديك الكميه السعر اللي انت شحنت بيه التاريخ اللي انت اشتريت بيه تاخد رقم التسلسلي تاخد من بعد الخط دوت بتاخده ماشي. وبعد ما بتاخده بتروح فين زي ما احنا هنشوف مع بعض دلوقتي هنروح على كروس فاير عادي نفتح الموقع بتاعنا ماشي. بتفتح ايميلك بعد ما بيفتح ايميلك
ماشي، بتيجي عند علامة الزد دي بي، بعد كده بتدوس التانية الأولى، ماشي، ماشي. ادي الصفحة فتحت، هنستنى اصل ما الصفحة تبان. زي ما انتوا شايفين معايا، اهو ايجيبت زي ما انتوا شايفين البلد بتاعتنا. وبعد كده بتدوس وان كارت، زي ما انتوا شايفين وان كارت اهي، هندوس عليها. بعد كده الرقم التسلسلي اللي احنا قلنا عليه ده هو اللي هتاخده وتحطه ايه في ال هنا اهو، ماشي، بترميه هنا اهو. بعد كده بتدوس هنا اهو، مبروك عليك يا عم الزد بي. بس هو ده كان شرحنا، اتمنى يكون الشرح عجبكو. لو حد حصل له حاجه يعني يعني معرفش يعمل حاجه، متردد، عايز يسالنا اي سؤال، يسال تحت في الكومنت تحت، يكتب اللي هو عايزه اي حاجه. يعني انا برد على الكومنتات على طول وبقرا كل الكومنتات اللي بتجيلي. لو حد قابلته اي مشكله يقول لي وانا ان شاء الله هنحل انا وهو. بس هو ده كان شرحنا، اتمنى يكون الشرح عجبكو. بالنسبة في جروب لمبدع اليوتيوب لكروس فاير، اللي عايز يخش معانا الجروب يقدم واحنا نقبله، الجروب هتلاقوه تحت الفيديو في الوصف، وهتلاقوا كمان رابط وان كارت، موقع وان كارت هتلاقيه برضه رابط اسفل الفيديو في الوصف، هتلاقوا الرابط بتاع وان كارت اسفل الفيديو في الوصف، وهتلاقوا رابط الموزعين بتاع وان كارت هتلاقيه برضه اسفل الفيديو في الوصف، هتلاقي التلاتة تحت الجروب وان كارت والموزعين هتلاقوه اسفل الفيديو في الوصف. يعني اللي عايز يخش معانا الجروب يخش، مش عايز براحته، اللي هيقدم احنا نقبله. بس هو ده كان شرحنا، اتمنى يكون الشرح عجبكم. ما تنسوش اللايك وتعملوا زر السبسكرايب، ما تنسوش اللايك وتعملوا زر السبسكرايب عشان نقدر نفيدكم اكتر. كان معكم محمد من قناة مبدع اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.